اليوم مش نحكيه على معناها شلون اللي زلنا نعمله في عطلة الربيع. عسلامتكم، مرحبا بكم على منصة لسينا. إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله تكونوا بألف خير. دونك احنا توا خارجين من سمين بلوكي، دونك إن شاء الله تكونوا موفقين فيها إن شاء الله. دونك أول حاجة نعملها أني نرتاح. نجم ترتاح مثلا سبت العشية وترتاح نهار لحد، ما تعمل حتى شيء، ما تمس حتى شيء، دونك وتتفرهد بالباهي بالباهي. ومن بعد تالي بتبيع تعمل برنامج لروحك، تعمل برنامج لروحك معناها تقسم العطلة كيفاش باش تراجع فيها. دونك ينجم تلميذ يقول لك انا معناها راني معناها خدمت برشا وتعبت وما لقيتش نتيجة. ما تخاف من حتى شيء، تنجم معناها انت تكون خدمت وتعبت وكذا وما لقيتش نتيجة، لكن النتيجة بحول الله تنتظر فيك. النتيجة باش تكون موجودة بحول الله في اخر العام، ما دام خدمت وتعبت اراك بحول الله تنجح. باه جي تقول لي انت مثلا راهو مثلا البروفيل يعطونا دوفورات صعاب واصعب من الباك. اي يعطيك دوفورات صعاب، صحيح مش صعاب برشا اما صعاب. علاش صعاب؟ على خاطر باش تحط في بالك انه البروف كي في صعب شويه راهو لمصلحتك. اش معناه مصلحتي؟ معناه انت لو كان البروف يعطيك دوفورات سهلين وتاخذ نوتات باهيه، هذيك طبيعه في التلميذ، طبيعه في التلميذ كان خذا نوتات باهيه راهو ما عادش باش يخدم. دونك البروف فاش يخمم يقول لك انا نحب تلميذي معناها يعمل الافضل، يعمل الاحسن، هذاك علاش ساعات تلقى دوفورات اقوى شويه من الباك. دونك هنا ميسالش ما حتى ولو لي نوت ماهمش باهين، مراجعه مهمه، مراجعه باهيه بيان سور في عطله الربيع هذه تخليك بيان سور تحصل على نتيجه باهيه في الباك. اش معناها؟ معناها انت في العطله هذه تحاول اقصى جهدك في اللي ماتير الكل انك تراجع، معناها مراجعه تامه كانك بعد العطله باش تعدي الباك. تصور روحك انت بعد العطله، نكملوا العطله منا يقولوا لك فلان اجى عدي الباك. يلزمك تكون انت بيان سور مستعد للشيء هذاك. انت تنظم النهار، تقول مثلا الصباح باش ناخذ مثلا ثلاثه سوايع ولا ثلاثه سوايع ونص ولا قداه، هذه مثلا باش نحضر مات ولا اس في تي ولا اي ماتيير حسب لي ماتيير برينسيبال. دونك باش ترتاح بالطبيعه في العشيه مثلا باش تحضر فيزيك ولا باش تحضر كذا، ومثلا في الليل تحضر ماتيير ماهيش برينسيبال. دونك وتحط برنامج الروح. يقول لك هو من الافضل، من الافضل انهم يكونوا زوز يعني معناها يراجعوا مع بعضهم، سي تري امبورطون. واذا كان طارت معناها اذا كان يحبوا يخدموا في جروب، اذا كان طارت ثلاثه، معناها اكثر من ثلاثه تولي معناها حكايه فارغه. دونك دونك معناها احنا نحطوا برنامجنا ونحط في بالي انه انا كي نخرج من العطله هذه نبدا معناها من اول من الدروس الاولى بالكل حتى للدروس الاخرى. وديما حط في بالك وحط في ما بين عينيك النجاح، بحول الله ناجح. ما تخافش، تخافش. انا نتذكر مثلا عندي بنيه في اول العام، صدقوني في اول العام بدات بتسعة ونص معناها، ولكن البنيه دي شدت صحيح، تخدم تخدم تخدم. ساعات ما تخليش نخرج من الصاله اللي ما نجاوبها على الاسئله نتاعها. صدقوني في الريكرياسيون ما ندخلش اللابو. دونك والبنيه هذه نذكرها كما توا جابت 17 ونص. تصوروا انتم من اول العام معناها جابت ما راهش 8 واش ولا 9 ولا حاجه هكا في الفيزيك، دونك في اخر العام جابت 17 ونص. راهو ماهوش صعيب باش تاخذ نوت باهيه. المهم ما نسلموش، نشدوا صحيح ونخدموا. دونك والبلاتفورم اللي ساينه بيان سور على ذمتكم، دونك تعاونكم برشا برشا، فيها الدروس مبسطه بشكل كبير برشا، دونك تعاونكم وتقدم لكم معناها دروس تنجموا بالطبيعه فك الدروس هذيك تفهموا بالباهي، تخدموا الاكزرسيسات، وبيان سور في الاخر تاكدوا انكم باش تتحصلوا على نوت باهي. باهي نجيو للجانب الاخر تو، نجيو للجانب الاخر اني انا معناها تهاونت وانا معناها عملت روحي مانيش لهنا وهاتوا نخدم وهاتوا كذا وبشويه ورمضان وسهريه مع الاولاد. ما تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك يعني لهنا رد بالك. علاش؟ على خاطر بعد العطله باش يكون في بالك انه معناها باش تبدا الامتحانات ورا بعضها. اش معناها؟ معناها باش يجيك من معناها دوفور الكونترول، ومن بعده بيان سور باش تعدي السبور باك سبور، ومن بعده الباك انفورماتيك، وينسي دو سويت
تلقى روحك معناها في الباك بلون، تلقى روحك في كيف كيف في الباك، خاطر كل باش تلقى روحك لاهي برشا حاجات. وهما بالطبيعه ما بقالكمش برشا دروس، يعني انت اذا كنت تتهنى على ريفيزيون باهيه في العطله هذه ما بقالكش برشا دروس في اي ماتير، سواء كان في المات في الفيزيك في الاسفيتي ما بقالكش برشا دروس. دونك انت في الفتره اللي جايه تنجم تسيطر عليهم، اما ما تنجمش تسيطر على البروغرام كامل. بربي بربي ردوا بالكم مليح مليح، راك بعد العطله ما تحطش في بالك اللي انت باش ترجع تراجع الدنيا الكل، راهو باش تلقى روحك دائما تحضر في حاجه، ديما تحضر في حاجه. دونك باش بعد تاني معناها التلميذ يقول لك انا ما في باليش، لا هو في بالك، في بالك انك انت بعد العطله راهي كلها دفورات وبكلها امتحانات. دونك الذكي واللي كيما قلت لكم راه ما تحطش في بالك ما انا اخذت نوتات خايبه، لا لا تنجم تاخذ نوتات خايبه وتنجح. دونك رد بالك معناها شد صحيح واصل مهما كان، مهما كان لي ريزولتا ومهما كانوا لي نوت، واصل بحول الله راك تعمل حاجه باهي. اما ليسونسييل كملنا العطله احنا مستعدين باش نعديو. بيان سور باش تلقى ديما دي لاكون، راهو باش تلقى لي لاكون يتصلحوا من بعد، اما ما تجيش تقول لي مثلا انا ما عنديش فكره، ما عنديش فكره مثلا على الار سي، ولا ما عنديش فكره على كذا، ولا في اي في المات ولا في اي ماتير ولا في العربيه ولا في اي ماتير اخرى، اني انا ما ثم حاجات ما الناس الكل تعرفها وانت ما تعرفهاش. لا لا لا، في العطله هذه يلزمك تعرفها. ثم حويجات صغيره هذيك تتصلح، هذيك من بعد تتصلح. دونك نردوا بالنا، احنا دائما معاكم، احنا دائما واقفين بجنبكم. دونك كيما تلاحظوا في لي سيونس لايف معناها تسالوا كيما تحبوا، في البلاتفورم تلقاو كل الاجابات، بلاتفورم لسينا تلقاو كل الاجابات على الاسئله نتاعكم. ليسونسييل نخدموا وان شاء الله بحول الله ثم كان نجاح، بحول الله ثم كان نجاح مع لسينا، وربي يوفقكم وربي ينجحكم وشاي طيب.